الحكم ما ينفعش يبقى نجم الماتش، يعني دايما نسمع الجملة التقليدية بتاعت لو ما حسيناش بالحكم يبقى هو لاعب ماتش كويس. بس في الوقت مثلا حكم على الساحة، انا بحب اتفرج على الماتشات اللي هو بيحكمها اللي هو الاسباني ماتيو لاوز، الكاميرا بتيجي عليه اكتر من اللعيبة، بيعمل اجواء، ده مش صح؟ هي مش فكرة مش صح، هو بص هو بتبقى حالات نادرة. طبعا لاوز حكم كبير ومقنع للكل، وده ما عملوش من فراغ، ده من الثقة اللي اكتسبها من الناس من كتر ما هو حريص على انه ما يغلطش. حتى لو انت انفعلت عليه في الملعب ولا لما بتكون تخرج بره الملعب وبتشوف اللعبة بترجع تتأسف تاني وترجع تعتذر تاني. انا مش عايز اقولك انه الحمد لله انا كان في وقت من الوقت ليا نصيب من ده، انه في بعض الناس حتى كان منهم الاستاذ حسن مستكاوي، فبيقول لي احنا حاسين انك انت نجم، ودي بتبقى يعني ما حصلتش قبل كده، من النادر ان احنا نتكلم عن حكم ونقول فيه نجوميه للتحكيم كده. ف انا ما انا الامور بالنسبه لي ابسط ما يمكن. انا انت عارف مبدئي في التحكيم هو اللي اشوفه احسبه. وحتى لما باجي انصح اي حاجه بقول له اللي تشوفه احسبه، ما تعملش حسابات. تعمل حسابات ليه؟ هتعمل حسابات في الاول وفي الاخر، في الاخر المباراه بتتحول لصوره لفيديو زي مباراه اسبانيا وكوريا كده. ما انا انتوا عمالين تتكلموا، طب وروني، عارف السؤال بتاعي ايه؟ طب هتقولي وروني الغلط بتاعي فين؟ محدش قادر يطلع لي حاجه عشان يقول لي انت غلطت في دي، قول لي يلا وريني فين الخطا بتاعي، ما تقوليش المساعد ماليش دعوه بالشغل دي. فده نفس الشيء، المباراه بتتحول لفيديو لصوره، الصوره دي في الاخر ملهاش مشاعر. الفيديو ملوش مشاعر، الفيديو بيقول حقيقه معينه، في خطا للحكم ولا ما فيش خطا للحكم. فبالتالي طبعا انا يعني النجوميه مش كتير. الكولينا نجم، كولينا كان اللعيبه بتقف تتصور معاه قبل الماتش وبعد الماتش. ليه؟ لانه وصل للمكان دوت بعد تعب كبير، بعد مجهود كبير، بعد ما اصبح في المكان ديت. لكن هو اشمعنى الحكام اللي مش عايزينه بنجوم؟ يعني ما هم كمان بيتعبوا، ما هم كمان بيبذلوا مجهود، هم كمان بيتحملوا مسؤوليات كبيره، لكن مش اي حد بيقدر ده. حكم زعلاني قوي بس مش بحب اتكلم فيها كتير ومش عايز اتكلم فيها كتير. طيب بالحديث عن الكوره والمباراه، هل الحكم من حقه يستمتع بالماتش وهو فيه؟ يعني انا لو طول اركب آلة زمن وارجع احضر ماتش البرازيل والدنمارك في الملعب اعمل كده. حضرتك ما كنتش في الاستاد، حضرتك كنت في الملعب قدامك رونالدو، ريفالدو، لاودروب، براين ومايكل اخوين بيتر شمايكل، فاسامي كبيره جدا. هل الحكم ممكن في لحظه يستمتع بالماتش؟ بص انا مش هخبي عليك، لو انا حطيت في حساباتي ان النجوم ديت وابتديت وانا بحكم احط في اعتبار ان ده ريفالدو ورونالدو وزيكو وروبرتو كارلوس طبعا مليون في المية ده هياخد شوية من تركيزي. انا تركيزي كله في شغلي، تركيزي كله في شغلي، ولكن وقت ما بحس ان انا باللفظ البلدي بتاعنا راكب المباراة بشكل كويس، هناك طاعة في الملعب، هناك عدم اعتراض، رضا، ده بيسمح لي شوية ان انا اقدر استمتع بالاداء، اقدر احس. لان طبعا في الاول وفي الاخر احنا الكرة هي يعني هي متعة للكل بما فيهم حتى الحكام لو كانوا في حالة من الكنترول اللي تسمح له ان هو يقدر يستمتع بعض الوقت. ولكن كنت بفكر نفسي اوعى تسرح اكتر من كده، كفايه كده تركيز، الجري، روح اجري. وبعدين انت كمان عمال تعمل تخلق لنفسك زوايا رؤيه وعمال تجري وتبذل مجهود هنا وهنا وهنا. وبعدين لما المتعه بالنسبه لي بقى ايه؟ ان انا لما ببذل المجهود ده والاقي نفسي شايف، ولاقي نفسي لما بتحصل حاجه بصفر وانا شايف كويس قوي، وبلاقي ان مفيش اعتراض، دي اكبر متعه ممكن تيجي لاي حاجه.